فضيلة الشيخ، يقول السائل: أنا رجل يأتيني سلس البول أحياناً كل يوم، فهل كلما خرج البول القطرات أتوضأ من جديد؟ هذا فيه تفصيل السلس والاستحاضة، إن كان مطبقاً ودائماً فإنه يتوضأ عند الصلاة، يتوضأ عند الصلاة ويصلي ولو خرج منه البول، قوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. أما إذا كان البول يأتيه أحياناً وينقطع أحياناً، فهذا إذا رأى البول، تيقن خروج البول، يلزمه الوضوء ولو كان في الصلاة، لأن هذا ليس دائماً. فإذا تيقن خروج البول إنه يتوضأ سواء كان في الصلاة أو خارج الصلاة، لأن هذا ليس دائماً، إنما هو شيء عارض. نعم.